السلام عليكم. لأيادي عبد الرحيم، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. غادي نضيف بعض النقاط لأن الإخوان راهم سبقوني في التصريح. لهذا حنا راهنا لا تنازل على المجال الحضري، حنا كسائر المدن لا يعقل باش يجيو ويقسيونا وحنا 25 عام هذه ديال العمل داخل المجال الحضري اللي هو تنغطيو واحد الخصاص في النقل باش يعرفوها السلطات. حنا راهنا تنغطيو واحد الخصاص في النقل، راه ما غاديش قدو لا بتي تاكسي ولا طوبيس، لان حنا هما العمود الفقري ديال هذه المدينه هذه، لان حنا كسائر المدن، لان جميع المدن كتحلى بالعمل داخل المجال الحضري الا هاد فاس. واش هذه 30 عام حنا في هذه المحنه؟ لا يعقل. حنا تنشتغلوا وبالتالي يجيو عاد الاجتماع دير تي تاكسي دير الاضراب ويجيو يقولوا لك حقا اجيو نتفاوضوا، اجيو باش نشوفوا تفاوضوا مع الصغيره. حنا راه ما تنقبلوش ولا تنازل على لا تنازل على المجال الحضري، باش نكونوا واضحين وصراحة. الله يجازيكم بخير. حنا تنطلبوا سيدنا مهد المكان هذا باش يحل هذا المشكل، لان السيد الوالي راه عطى الاقتراح ديالو، راه عطى السيد الوالي عطى الاقتراحات ديالو في اجتماع وقال لك راه حنا قادرين قاد باش نعطي لكل واحد حقه وغادي نحرس وقولوا لي شنو بغيتو بهذا الشكل هذا. ولكن كنطالبوه من هنا الله يجازيك بخير نهار الاجتماع ديال يوم الاربعاء باش ينصف هاد التاكسي، لان الشارع ديال فاسي كله باغي الكران تاكسي. ودابا راه المشكل وهو انه باش يعرفوا السلطات كامله، راه المواطن غادي يخرج بجمعيات وبوداديات، راه غادي يخرج، راه كاين توقيع عند المواطن، والمواطن كله غادي يخرج باش باش نحافظوا على الامن ديال المدينه ديالنا، باش ما نخلقوش واحد الفوضى كبيره. والسلام عليكم.